لمزيد من المتابعة يسعدنا أن ينضم إلينا من الشارقة عبر زوم الصحفي المتخصص بالشأن الرياضي عادل الحمادي. أهلا بك، صباح الخير سيد عادل. إذا اليوم المنتخب المغربي على موعد مع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية، ولكنها تأخذ الطابع الرسمي بعد المستوى المميز طبعا للمغرب في مونديال قطر. هل قادر على تقديم ماتش قوي أمام المنتخب البرازيلي وتحقيق الفوز؟ صباح النور، بداية أهنيكم بشهر رمضان المبارك من الشارقة إلى القاهرة، جميع أخواتنا في مصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص. لا شك بأن مثل ما ذكرت أختي أن هذه المباراة هي في طابعها أو في أصلها هي مباراة ودية، ولكن تأخذ الطابع الرسمي بعد المستوى الكبير الذي قدمه والمتأمل منهم أن يخرجوا عليه المنتخب المغربي في هذه المباراة. فالكل ينظر إلى هذه المباراة بشكل غير ودي غير رسمي، فإذا هي ظهور أول للمنتخب المغربي بعد كأس العالم، بعد وصولهم وتحقيقهم الإنجاز الكبير على المستوى العربي كأول فريق يصل إلى هذه المرحلة. فمن المتوقع أن تأخذ المباراة شيء من الجدية بعيدا عن المباريات الودية، فهذا من المتوقع. والمنتخب المغربي قادر على أن يظهر بالشكل المنافس والقوي والند للمنتخب البرازيلي بما يمتلكه من عناصر وفنية وعناصر في أرض الملعب لها الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية. إذا ذهبنا إلى المنتخب الفرنسي، حقق بالأمس فوزا كبيرا على منتخب الهولندي بأربعة أهداف في تصفيات يورو 2024. دلالات تلك النتيجة وتقييم حضرتك لأحداث المباراة؟ لا شك بأن منتخب الفرنسي هو أحد المنتخبات الكبرى في القارة الأوروبية، وهو كان واحد من المرشحين للفوز بكأس العالم قطر 2022، فمن الطبيعي أن يظهر بهذا المستوى. يمتلك لاعبين كبار وأسماء كبيرة، وهذا ليس نقصا في المنتخب الهولندي، ولكن يبقى المنتخب الهولندي هو المنتخب الهولندي. فطموح وإمكانيات المنتخب الفرنسي هي التي قالت كلمتها في هذه المباراة. العديد من التقارير الصحفية أشارت خلال الساعات الماضية، هذا هو يعني حديث الكثير من التقارير، محاولات ريال مدريد والتعاقد مع النرويجي هالاند. برأيك هل ينجح ريال في الحصول على الهداف الأفضل حاليا بالعالم؟ بعد مبابي في الموسم الماضي اتجهت بوصلة ريال مدريد إلى النرويج إلى هالاند. هالاند الآن لا شك بأنه واحد من أفضل المهاجمين، إن لم يكن أفضلهم على مستوى العالم بالرغم من صغر سنه، إلا أنه هداف بالفطرة، وهو القادر على التعويض الفراغ الذي تركه رونالدو في ريال مدريد. هذا يعني إجادته وتوفيقه يتوقف على اللاعب نفسه. كثير من الأسماء الكبيرة أتت إلى ريال مدريد، كل من يأتي إلى هذا الفريق يقول بأن ريال مدريد يعني شيء آخر لما يحظى به من تسليط الإعلام للضغوط الموجودة على اللاعبين. فكل لاعب يجب أن يعطي أكثر من 100% من مستواه في كل مباراة، وكل بطولة هي تعد هدف لريال مدريد. فهذا يعني يمكن شفنا في الماضي القريب يعني كثير من اللاعبين أتوا، منهم خميس رودريغيز الذي كان هداف كأس العالم ولم يوفق مع ريال مدريد. أيضا الأسماء كثيرة جاءت ولم توفق، منهم بيل أيضا بالرغم من تقديم عدد من المباريات ولكن لم يكن كما كان في توتنهام. فهذا يتوقف على الشغف والرغبة والعطاء اللي من هالاند ممكن أن يقدمه في حال قدومه إلى ريال مدريد. فهذا يحتاج من اللاعب الكثير، فليس كل لاعب رونالدو يستطيع أن يقدم حياته وكل وقته لكرة القدم. فإذا ما أراد هالاند أن يعني يكون أحد نجوم هذه الكرة، فعليه أن ينتقل إلى ريال مدريد لأن الفرصة متاحة هناك، والشامبيونز ليج طبعا أسهل مع ريال مدريد، والألقاب والإعلام كله راح يسلط عليه. فكيف راح يتصرف هذا اللاعب في حال قدومه؟ هذا يتوقف كله على شخصية هالاند